طيب اذا الكونزرفيشن لوز وهدفي من الكونزرفيشن لوز راح اوصل لديفرنشال ايكويشن. الديفرنشال ايكويشن راح اطلع ترانسفير فانكشن او ستيت سبيس موديل. من اول واحد كونزرفيشن اوف ماس اللي هو بيساوي rate of mass accumulation بيساوي rate of mass n. والريت عادة لما بنقول rate يعني عم نحكي تغير against time مشتق rate of mass n حتى راح يكون هذا بالكيلوغرامز. هلا عندي conservation of component. هذا مر علينا بالبلندنج بروسيس، بس بالبلندنج بروسيس ما كان عندي رياكشن، مش تفاعل. والتفاعل ايش ممكن يعمل؟ ممكن ينتج هذا الكومبوننت. اذا ريت اوف كومبوننت اي يساوي rate of component I in ناقص component I out زائد rate component I produced أو consumed إذا كان الرياكشن عماله بيستهلكه. فهون رح أحطه أنا بين قوسين chemical reaction. إذا في عندي تفاعل كيماوي رح يكون عماله ممكن بنتج الكومبوننت I. فرغم إنه الكومبوننت I عم بدخل جزء منه وبطلع جزء منه، بس في مصدر ثالث لوجود كومبوننت I نتيجة التفاعل اللي موجود هون. يا التفاعل هذا بنتج كومبوننت اي يا بيستهلك كومبوننت اي، فطبعا بدها تتغير الاشاره من هون. اذا كان التفاعل هذا بيستهلك كومبوننت اي باخذه وبتفاعل فيه وبعطي شيء ثاني، شو بتصير الاشاره هون؟ والقانون الثالث اللي هو الانرجي اللي هو فيرست لو اوف ثيرموداينامكس. اذا عندي سيستم مسكر كلوز سيستم الريت اوف الانرجي التوتال انرجي راح تضلها كونستانت، او كميه الانرجي اللي داخله واللي طالع راح تغير كميه الانرجي الموجوده في السيستم. اللي هو ريت اوف انرجي اكيوميليشن ريت اوف انرجي اكيوميليشن بيساوي rate of energy in by convection. هلا انا ما بعرفش بالضبط ليش هو ميز convection عن conduction بالحالة هاي، بس انا اخذت هذا القانون بالكتاب. واضح؟ convection اللي هو الحمل، مش هيك؟ مش طرق من طريقة من طرق انتقال الحرارة. الحمل ايش الطرق الثانية؟ conduction و radiation. إذا rate of energy energy in by convection ناقص rate of energy out by convection. هلا زائد في عندنا شغل وفي عندنا heat، في انتقال للحرارة وفي شغل راح يعمله السيستم على السراوندينغز تبعته أو السراوندينغز تبعته راح تعمل شغل عليه. فبصير عندنا زائد net rate of heat addition. هلا إذا كانه subtraction بتصير الإشارة سالبة.
من المحيط تبعه. اذا المحيط تبعه عماله بعطيه نت ريت اوف هيت اديشن، يعني المحصله الحراره اللي بتيجي لهذا السيستم من الخارج. طبعا اذا هو عماله بعطي سيستم للخارج بتصير هاي الاشاره سالبه. وبعدين هلا ممكن اللي برا عماله بيعمل شغل عليه مثلا بيضغطه فعم بضيف له انرجي، او هو عماله بيعمل شغل على الخارج فهو بيضغط يعني بيضغط حاله فبيخسر طاقه وبعطي طاقه للمحيط. اذا هذا هون هيت، هذا هون ورك نت ريت اوف ورك. هلا رح نعتبره موجب، اذا اعتبرته موجب رح يجي من برا. اذا مين رح يعمل الشغل؟ هو رح يعمل الشغل على اللي برا ولا اللي برا رح يعمل الشغل عليه؟ اذا نت ريت اوف ورك performed on the system by the cell. إذن هدول الأشياء هذه لو جيت على سيستم وكتبت المعادلات هاي، نفس الشيء الهدف إنه أنا بدي أحاول أكتب differential equation وتعطيني تغير معين ل variable معين، أكتب له differential equation وأطلع transfer function لهذا السيستم. هلا راح نفترض إنه total energy U total بتتساوي internal energy زائد kinetic energy زائد البوتنشال انرجي. راح نقول للسيستم التوتال انرجي الموجوده بهذا السيستم في انترنال انرجي، سببها البريشر تبعه، في عنده هو بريشر مخزن فيه بامكانه يعمل شيء فيه، وفي له حراره مضبوط، وكمان في له كينيتيك انرجي اذا كانه بيتحرك على سرعه معينه، واذا كانه هو على ارتفاع معين فصار عندي في بوتنشال انرجي، كينيتيك انرجي وانترنال انرجي. انترنال انرجي اللي هي الحراره اللي موجوده فيه، والشغل اللي بوتنشال بيقدر يعمله رو في في على السيراميكس. هلا احنا رح نفترض انه رح نهمل هدول الاثنين بهاي الحاله، رح نهمل هدول الاثنين بالنسبه لكميه الطاقه اللي موجوده في هذا السيستم، ورح نهمل بهاي الحاله الوركس. طبعا انت كل حاله بحالتها بدك تطلع عليها، بس هو بالتصنيف هذا رح يهمل هذول، فرح ياخذ معادله نهائيه rate of change of internal energy W اللي هي mass flow rate، دلتا اللي هو التغير، H اللي هي specific enthalpy هلا بحكي شوي عنها، والكيو هو الانتقال للحرارة سواء إلى السيستم أو من السيستم. هذه واضحة ها؟ إذا السيستم هون بده يتغير الحرارة، بده يتغير الانترنال انرجي تبعته، أحد أسباب تغيرها الحرارة، سواء انتقال الحرارة إله، هذه طبعاً ريت عادة نحن لما نحطها كيو هي ريت، هي دي اتش على دي تي، التغير في الحرارة على الزمن، فسواء دخول الحرارة إله أو خروج الحرارة منه. الانثالبي أخذتوها هاي سبيسيفيك انثالبي اللي هي ال بتمثل الحراره اللي في الجسم مع رو في في، رو في في الشغل اللي ممكن يشتغله هذا الجسم. رو في في بتمثل عفوا بريشر بي في بتمثل البوتنشال الشغل اللي ممكن يشتغله هذا السيستم. فيه هو ضغط معين وله فوليوم معين، اذا خليته يتمدد مش بيقدر يعمل شغل على السراوندينجز. اذا عندي انا غاز مضغوط، إذا عندي هون غاز مضبوط بالسلندر وله ضغط معين وفوليوم معين، وإذا سمحت له يتمدد، سمحت هذا الضغط يشتغل ويحرك السلندر، مش هذا بيقدر يشتغل شغل خارجي يعطيني شغل مفيد. هذه هون هاي سبيسيفيك انثالبي مقسومة على انتنسيف، أخذتوا الانتنسيف والاكستنسيف بروبرتيز مقسومة على فهاي سبيسيفيك انثالبي. ليش بهمون هدول المعادلات هون؟ ليش اهتمينا فيهم؟ ايش هدفنا من هدول المعادلات حطيناهم هون؟ مش دراسه علم الثيرمودينامكس، ايش هدفهم في هذا السياق؟ اني اطلع ترانسفير فانكشن، اطلع ترانسفير فانكشن للسيستم.